حدثني عن مسألة مهمة للغاية الآن. إسرائيل طبعا تريد مهاجمة جنوب قطاع غزة، نتحدث عن خان يونس وعن رفح، وطبعا الجانب الإسرائيلي الآن لديه شيء من التقدم الذي تحقق في خاصرة القطاع 1.6 كيلومتر تقريبا. كيف ترى فرص إسرائيل في عزل هذه المنطقة ومهاجمة خان يونس بشكل مباشر، المعقدة للغاية، المكتظة بالسكان، المكتظة كذلك بالمقاتلين والأسرى وقيادات حركة حماس وحركة الجهاد الإسلامي؟ هل تعتقد أن هذه المعركة ستكون صعبة على الجانب الإسرائيلي مقارنة بشمال قطاع غزة على سبيل المثال؟ لا، أنا شخصيا مع الأسف طبعا لا أعتقد أن هذه المعركة القادمة فيما إذا حدثت ستكون أصعب من المعارك التي حصلت في مدينة غزة، أو فلنقل النصف الشمالي من قطاع غزة. القسم الجنوبي أقل كثافة من مدينة غزة بالذات يعني، وكذلك من المدن الكبرى أو المحافظة الشمالية لقطاع غزة. عمليا الجزء الشمالي قد انفصل عن طريق القوة الإسرائيلية عندما سيطرت على المسافة الكائنة ما بين طريق صلاح الدين السريع يعني شارع صلاح الدين وبين شارع الرشيد، أو هكذا يسمى بالنسبة للطريق السريع المحاذي لسواحل غزة، قطاع غزة على البحر المتوسط. فإذا هناك الآن جزءان، الجزء الأكبر والأكثر سكانا والأهم من الناحية الاستراتيجية والناحية العملياتية وحتى الناحية التكتيكية، مدينة غزة هي محاصرة بالوقت الحاضر، وهناك الطريق الموصل أو المسافة الموصلة ما بين شارع صلاح الدين إلى شارع الرشيد مقطوع. فإذا السيطرة أو الهجوم على القسم الجنوبي من قطاع غزة على خان يونس وعلى دير بلح وحتى على رفح سيكون لا أقول أسهل بكثير، ولكن أسهل نسبيا من بدء الغزو يعني على الجزء الشمالي من قطاع غزة، وخصوصا مدينة غزة التي كانت تحتوي باعتبارها العاصمة على كثافة سكانية هائلة وعلى سعة وعلى شوارع مكتظة وعلى على طرق متلاحقة فيما بينها، إضافة إلى أن إسرائيل لم تكن تعرف تفاصيل الأمور بالنسبة لغزة مثلما تعرف بعد أكثر من 50 يوما من بدء القتال، من بدء الحرب على غزة. يعني أصبحت لديها معلومات كثيرة ومهمة ومعمقة عن الجزء الجنوبي من غزة، فلذلك يكون التعرض يفترض أن يكون أسهل بكثير مما حدث في القسم الشمالي.